بسم الله الرحمن الرحيم. حل التدريبات على الفصل الثاني من قصة عنتر من كتاب الامتحان صفحة 271. الفصل الثاني، أولا نبدأ بتدريبات العشر دقائق اللي هي صح وخطأ. امتلأ قلب عنتر حبا لشداد، صح. لا فرق بين امرأة وأخرى في نظر عنتر، خطأ. مصحح حتى للطين. لا فرق بين امرأة وأخرى في نظر شيبوب، دي صح كده صححتها. أو لا فرق بين امرأة وأخرى، أو عفوا عبلة هي المرأة المحببة عند من؟ عند عنترة. يعني لو عايز تسيب عنترة تغير اللي قبلها، فهم؟ جيب كلام شيبوب يقع على سمع عنترة وقوع الندى على العشب الأخضر؟ لا طبعا، ده كلام مين؟ عبلة. ده ظل عنترة قريبا من منازل النساء يحرسهن في الليل، خطأ. هو ابتعد علشان كان في الأشهر الحرم. ها عنترة ولد عبدا وشيبوب حرا، صح. شيبوب كان مولود حر وخطف. واو عنترة يعذب نفسه بحبه لعبلة، صح فعلا، لأنه يتألم لأنه لن يستطيع الوصول إليه. زي شيبوب لا يرضى أن يكون عبد شداد وابن زبيبة، خطأ. هو يرضى أن يكون عبدا لأي أحد، لا يهم هذا الأمر، المهم أن يعيش لحظته وكفى. كان عنترة يخفي حبه لعبلة خوفا على نفسه، لا غلط. عنترة لم يكن يخشى على نفسه شيئا وهو لا يخاف أحد، وإنما كان يخشى على من؟ على عبلة. من إيه؟ من بطش أبيها كما يقول. دي السؤال رقم حق. رتب الأحداث الآتية ترتيبا زمنيا حسب مجيئها في الفصل. السؤال الثاني، أول حاجة هتبقى مضي عنترة هائما على وجهه في ضوء القمر سابحا في شجونه، وبعدين قرر عنترة أن يعرف من أمه حقيقة نسبه، وبعدين مفاجأة شيبوب لعنترة، وبعدين اعتذار عنترة لشيبوب وإشادته بصفاته، وأخيرا قيام عبلة على استحياء مسرعة إلى إيه؟ إلى خبائه. السؤال الثالث، من قائل هذه العبارة؟ أما إنك لحاز غافل، شيبوب، برافو شيبوب، صح. ب دع الخبث وقل لي ما تريد أن تقوله، عنترة، صح. بقول دع الخبث وقل ما تريد أن تقوله، إيه؟ مفصحا. جيم بقى، لن تستطيع أن تصرفني عن حبك، بالضبط لما كان بيقول لك شداد، مش كده؟ مهما تضربني بالصوت يا سيدتي يا سيدي فلن تصرفني عن إيه؟ عن حبك. دال ولست أبالي أنك ابن أمي، ها؟ شيبوب، صح. شيبوب. نيجي بقى للفقرات اللي عليها أسئلة، توكلوا على الله. في الفصل الثاني من قصة عنترة كان القمر يقترب من التمام في شهور رجب إلى قوله منازلهم أو منازل قبائهم. هات ما يلي، مرادف ينتهك، برافو، ينتهك الأمر يعني يستحله، يعني يمزق حرمته. مضاد الحرام الحلال أو المباح، ومفرد مناسك منسك، وجمع غارة غارات. ولم يكن عنترة خائفا من ليه؟ علل السؤال بقى، علل لم يكن عنترة خائفا من غارة لأنهم كانوا في الأشهر الحرم، وأن العدو في من عادات العرب أنهم لا يهجمون في الأشهر الحرم. اختلفت جيبا، اختلفت نظرة الناس لعنترة عن نظرتي لنفسي. ما اللي عمل يلوك فطل الموضوع؟ فاكرين كان ينظر إلى نفسه أنه فتى الفتيان وأشجع، فتى الفتيان وأشجع الفرسان، وأنه يحمي عبس من المخاطر، ويحمي عبس من المخاطر، ويدفع عنهم الأعداء، ويجلب لهم الغنائم، ويجعلهم أسيادا في مواضعهم، بينما الناس ينظرون إليه بأنه ليس سوى عبد، وكان يعرضونه وجيم عنه. هذه واحد، كان ينظرون إليه أنه عبد، ويعرضونه وجيم عنه كبرا، ويعاملونه معاملة الإيه؟ يعاملونه معاملة الخادم ليس أكثر. وكان يعرضونه من الغنائم، بالضبط، القليل من الإيه؟ من الغنائم. ده بقى فيما أخطأ عنترة، ها؟ مين يقول لي؟ إيه الخطأ اللي وقع في عنترة؟ بالضبط، برافو عليك. في نهاية الفصل اللي فات لما كان بيقول الشعر، فاكرين؟ إنه كاد أن يفصح بحبه لمن؟ لعبلة، فشعر بأنه أخطأ في ذلك وسبب لها الحرج. هو أخطأ في إنه هام على وجهه وابتعد عن خيام الإيه؟ عن خيام النساء. وشيبوب حتى كمان قال له إيه؟ وهل يغني الشهر الحرام عن الانتقام؟ يعني هل العرب؟ بالضبط، بالضبط، ماشي. على حسب وجهة رأي شيبوب يعني. ده السؤال الأول. كان يقول لي سؤال في النحو كده، استخرج من الفقرة فعلا ناسخا وعين اسمه وخبره. كان
الاسلام كان اخواتها الطلاق 12 هم 13 اصلا مش كده وكاد اخواتها اللي تقريبا 10 يعني انت معاك كده لما يقول لك ناسخ هو فعل ناسخ ولا ناسخ ناسخ ده كمان هندخل مين يا شباب ان واخوات ان واسخ في اللغه العربيه ان واخواتها كان واخواتها وكاد واخواتها لانهم يدخل لو قال لي حرف ناسخ يبقى ان واخواتها لو قال لي فعل ناسخ يبقى كان وكاد لو قال لي ناسخ يبقى ايه الكل عارف ان اخواتها كم ان انك ان لكن ليت العلى سته ومعاهم حاجه اسمها لنا فعل جنس تبقى ايه سبعه لو اعتبرناها من اخواتها يبقى سبعه و23 30 يعني لما بيقول لك تستخرج خبرا لناسخ يعني فتح لك المجال انك تطلع خبر ل 30 احتمال يبقى كان القمر وايه قلناها يقترب القمر اسم كان ويقترب تبقى ايه شباب خبر كان في محل نصب خبر كان طبعا جمله فعليه السؤال الثالث الثاني عفوا السؤال الثاني وكان كلما تامل حاله تعجب من نفسه كيف يرضى ان يقيم في قوم الى قوله احس نحو احس نحوه عطفا مرادف يكذب يحضر يحقق ماشي مضاد يرضى يسخط دايما نخلي بالنا منها الكلمه دي بتيجي كتير في امتحانات الرضا عكس السخط والغضب رضي بالامر عكسه سخط وغضب ومفرد الغنائم غنيمه ودايما يا شباب او مش دايما عشان بس اكون دقيق غالبا وزن فعائل يبقى مفرده فعيله حقائق حقيقه طبائع اللي بتيجي كتير في الامتحان يقول لك مفردها طابع ولا مش عارف طابعه ولا طبيعه طبيعه ليه طبيعه؟ لان طبائع فعائل مفردها ايه يا شباب غالبا فعيله. ما السلوك السوي الذي كان يجب على عنتره ان ينفذه؟ حل الحته دي بقى سؤال جدلي شويه. يعني ممكن كل واحد يعني يشوفه السلوك السوي خلي بالك. يعني في سلوك غير سوي، ايه السلوك الغير سوي؟ انه يستخدم القوه ضد قومه. انه يقتل ويسفك الدماء ويقص عقلها كانها كان خابه بقى. مش كده؟ ده سلوك غير ايه؟ غير سوي. هو فكر فيه لكنه لم ايه؟ لم ينفذه. طب ايه السلوك السوي ممكن يكون؟ ولكنه سيخسر من؟ عبله وهو لا يرى للحياه معنى بدون من؟ بدون عبله، ده رأي انه يترك قومه ويبعد لكن هذا الرأي طبعا يتعارض مع احنا مع عنتره قول يمينا. سين ثلاثة. مدى عنتره يهيم في ضوء القمر وهو يسبح الى قوله خطوه يخطوه. هات مرادف شجون شجونه احزانه الشجون مفردها شجن وهي تجمع على شجن واشجان عفوا على شجون واشجان كلمه شجن يا شباب تجمع على شجون واشجان فاذا الشجون هنا بمعنى ايه احزانه مضاد الرقيق خلي بالكم خلي بالكم نبقى نرجع لها في العباره لان ساعات ممكن مضاد الرقيق الحر لان من ضمن معاني الرقيق العبيد وفي سياق ده كلام ممكن يكون مثلا يقول لك ايه وكان مش عارف عن طرف وسط الرقيق يبقى عكس الرقيق هنا تبقى ايه الاحرار مش كده لكن هنا هو كان فعلا بيتكلم عن ايه عن الرقه اهو كان بيقول ايه وفي شجون وكان يحس النور مش كده النور الرقيق يعني النور الخفيف الجميل بعكس النور الايه الكثيف او القبيح جمع خطوه لا عفوا الاول مفرد اضلاعه ضلع او ضلع عادي وجمع خطوه خطوه او خطى الاثنين صح ما اثر به بقى السؤال بقى ما اثر الطبيعه في نفس عنتره كما تفهم من الفقره انها التي كانت تخفف عن نفسه من شده الثوره التي كانت تعصف بين اضلاعه وكانت صوره عبله تتمثل له عند كل خطوه يخطوها المهم الطبيعه انها كانت تخفف عن نفسه الايه الثوره جيم متى صارت الحياه عند عنتره باطله كريهه كلما تاكد من انه لم يستطيع الوصول الى مين الى عبله او يتزوجها ده دار حوار بين عنتره ونفسه في ضوء هذه الفقره لخص هذا الحوار وبين دلالته الحوار كان خلاصته ايه احزان عنتره وشجونه انه يعطي لقومه كل الخير وهم لا يعاملونه الا كعبد وانه يحب عبده حبا شديدا ولا يستطيع الوصول اليها بسبب هذا الظلم الايه الاجتماعي ده الخلاصه خلاصه الحوار كل المشكله انه بيدي القوم الخير وقومه بيعاملوه بالشر وهو بيحب عبده ولا يستطيع الوصول ايه اليها بسبب هذا الوضع الاجتماعي الظالم طب دلالته يدل على مدى الظلم الذي كان موجود في هذه الفتره في العصر الجاهلي يدل ايضا على حب عنتره الشديد ونقاء قلبه ناحيه من؟ ناحيه عبده. بين النتيجه التي انتهى اليها هذا الحوار قرار اخذها عنتره. النتيجه التي انتهى اليها هذا الحوار قرار اخذها عنتره بان يذهب الى امه ويحملها او يدفعها او يجبرها على ان
ابن شداد. السؤال الرابع: ولما استقر على هذا الرأي إلى قوله بالحياة مرادف أزكى، خلي بالك بقى هو أطيب صح، أزكى يعني أحلى أو أطيب أو أجمل هنا، لأن إلى أقولك إيه تنبعث إلى شميل أزكى عطرا أي أجمل إيه عطرا يعني مضاد المنتقد المنتفض المنتفض أو الخ ماشي. أنت عايز تقول إيه الباهت مثلا ممكن، بس بص بص احلى كلمه منتقد يعني مشتعل دامع مش كده، يبقى عكسه ايه بقى منتفض او خافت. مفرد الشعاب شعب بكسر الشين، لكن مفرد الشعوب شعب بفتح الشين بفرق. جمع الربيع اربعاء، كلمه ربيع دي كلمه جديده شويه يمكن في الجامعه عندكم، الربيع تجمع على اربعاء. على رأي على أي رأي استقر عنترة ماذا كان تأثير ذلك عليه؟ ولما استقر على هذا الرأي حس أن نورا، إيه الرأي لسه كنا إيه؟ أن يذهب إلى زكية وأن يفتحها وأن يحملها على الاعتراف بأنه ابن إيه؟ مشتت. بما شعر؟ شعر في الفقرة بأن الدنيا قد أصبحت أكثر اتساعا وأن نفسه قد هدأت بعض الشيء وأنه يعني شعر بجمال الطبيعة أكثر وأكثر لأنه سيفعل شيئا قد يخفف عنه ما هو فيه. ما الموانع التي كانت تقف بين عنترة وبين التصريح بحبه؟ إنها عبد وعبد وعبد إيه حرة، هي دي الموانع. أنا أقف لغاية السؤال الرابع هنا.